الخير. اليوم عندي كبة بالصينية، عندي هذا البرغل نقعته، وعندي هنا لحمة مفرومة، وعندي هنا بطاطس مسلوقة. البطاطس هذه راح أحطها مع البرغل، يعني الكبة هذه بسويها في الصينية. عندي الحشوة هنا عبارة عن لحمة وبصل، ضفت عليها صنوبر وجوز، وضيف اللي تحبين من المكسرات، ممكن فستق. هنا حطيت بس كمون، فلفل أسود وكزبرة، بس بهارات. هذه تكون الحشوة. بالنسبة للبرغل، هنا عندي برغل وبطاطس مسلوقة وبصل وبهارات. عندي بهارات مشكل وبابريكا وممكن كمون فلفل أسود. هذه راح أطحنها وأحطها طبقتين في الصينية وبينها المفروم. ممكن تضيفين لحمة عادي، بس أنا ما بضيف لحمة هنا، اللحمة بخليها حشوة. نسيت أقول لكم نضيف ملعقتين دقيق، ملعقتين دقيق عشان ما تكون تلصق، ونطحنهم. الحين هنا بعد ما طحنتها والمفروم جاهز، أبدأ أحط طبقة تحت. بس أول شيء أحط زيت زيتون الأول، ولازم أبل يدي بزيت الزيتون برضو عشان إيش، يسهل لي فردها. هذه هنا أخذ شوية شوية من الخليط، أنا كده أسوي ما خلي الطبقة سميكة، وسط. استمر وأكملها وجه. الحين بعد ما سويت الطبقة الأولى أضيف المفروم. الحشوة نقول عليها، ما نقول عليها الحشوة. بعدين نضيف الطبقة الثانية، بس بفردها على نايلو عشان تسهل لي كيف أحطها هنا. الطبقة الثانية أنا حطيت هنا نايلو، بحط عليه شوية زيت وأضيف البرغل عليه، وأحط طبقة برضو من النايلو عشان يسهل لي فردها، يعني يسوي فيها كذا تنفرد لي بسهولة على قد الصيني. الحين بعد ما سويت الطبقة الأولى أضيف المفروم. الحشوة نقول عليها، ما نقول عليها الحشوة. كيف أحطها هنا؟ الطبقة الثانية أنا حطيت هنا نايلو، بحط عليه شوية زيت وأضيف البرغل عليه، وأحط طبقة برضو من النايلو عشان يسهل لي فردها، يعني يسوي فيها كذا تنفرد لي بسهولة على قد الصيني. الحين بعد ما قلبتها بالنايلو أشيله الحين وأعدلها بيدي، أعدل الأطراف وأعدل كل شيء بيدي، بس لازم يدك تكون فيها شوية زيت. الحين بعد ما قطعتها أضيف شوية زيت زيتون على الوجه. الكبة تشرب زيت، ما عندكم مشكلة في الزيت، شايفين؟ وزينها باللوز.
كده صينية الكبة جاهزة، أدخلها الفرن يمكن تأخذ من 40 إلى 45 دقيقة. الحين بسوي قوالب صغيرة بالكبة. أول شيء نحط زيت، بعدين نحط الحشوة وبحط معاها جبن. في هذه بضيف جبن. بعدين نضيف الطبقة الثانية من البرغل. كذا القوالب الصغيرة جاهزة، أحطها في الفرن. هذه كبتنا جاهزة، اتركها تبرد، توني طلعتها. معلش حارة، أنا قطعتها حارة، المفروض أن يتركها تبرد شوي. شايفين؟ هذه اللي سويتها بالجبن، شوفوها كيف.